للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا وصلنا ل 5.6 مليون حائز لكارت الفلاح في المحافظات. خليني اسال حضرتك في البدايه، ايه ميزه هذا الكارت المقدم لطبعا اهالينا في المحافظات؟ الاول اسمح لي اشكر حضرتك، وطبعا كارت الفلاح هيكون واحد من اهم الادوات اللي بتستخدمها وزاره الزراعه والدوله المصريه لتطوير القطاع الزراعي. ده ليه؟ لان هو اولا هو بيخلق قاعده بيانات حقيقيه وكمان محدثه بشكل مستمر، وبالتالي ده يساعد في ان يكون في اتخاذ للقرار مطابق وموافق لاحتياجات الفلاحين بشكل اكثر دقه واكثر انتظاما. كمان الحاجه الثانيه ان هو هيساعد في ايصال الدعم المستحق، وبالتالي الفلاح المصري يقدر يحصل على انواع مختلفه من الدعوم اللي بيستحقها، وكذلك المعاملات الماليه المستحقه ليه من الدوله كمان يقدر ياخدها من خلال الكارت، لان بالفعل تم تحويل الكارت من مجرد كارت للحيازه الزراعيه الى ان هو اصبح كارت مدفوعات ومدفوعات حكوميه، وبالتالي ده يسهل من هذه الاجراءات. الحاجه الثالثه ان تم مكانه كافه الجمعيات على مستوى الجمهوريه باجمالي حوالي ما يقرب من 6000 جمعيه زراعيه. كل هذه الجمعيات كما تم كمان مكانه الادارات الزراعيه والمديريات، كل هذه الاجراءات من شانها ان هي تنقل الجمعيه وتحولها من جمعيه لتوزيع مستلزمات الزراعه الى انها تتحول الى مركز خدمات متكامل او كمان بنك متنقل يخدم الفلاح ويساعد في ان هو يدفع كامل مدفوعاته الحكوميه من خلال المكن اللي هو البي او اس او اجهزه التابلت الموجوده في الجمعيات، وكمان يحصل على مستحقاته من الحكومه برضو من خلال هذا المكن، خصوصا ان الحكومه كمان بتتوجه الى منظومه للزراعات التعاقديه، ويكون في اليات للتوسع في هذا القطاع اللي يوفر مصادر لتقديم فلوس للفلاح او انواع مختلفه. طب ايه دكتور الفرق بين طباعه مليون اكتر من مليون كارت مزود بخاصيه ميزه؟ ما هي ده، ان هو تم تحويل الكارت بالفعل الى كارت ميزه، تم طباعه اكتر من مليون كارت بالفعل بان هم كارت ميزه. كل الكروت الجديده ان شاء الله هيكون موجود فيها خاصيه ميزه اللي هي خاصيه المدفوعات الحكوميه، لان كان الكارت في الاول كان بيبقى عباره عن كارت لحيازه زراعيه فقط، كارت فيه قاعده بيانات، لكن دلوقتي ده كارت اصبح كارت تفاعلي، وده تم الحصول عليه او تم الموافقه عليه بعد موافقه البنك المركزي بناء على مخاطبات مع الوزير القصير واهتمام القاده السياسيه بتقديم خدمات للفلاح، وده بياتي كمان متواكب مع رؤيه الدوله لتطوير 4500 قريه، والحقيقه القاده السياسيه مهتميه بهذا الامر، وده بيتوافق او فكره كارت الفلاح هتكون متوافقه بشكل كبير مع تحقيق هذا الغرض ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور. الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه.